من يزرع تعبا وجهدا بالحب يحصد فرحا، هذا ما يعمل عليه القائمون على مبادرة شهيق زفير في حلب من خلال عدة نشاطات، ومنها رحلات عبر قطار المحبة للأطفال، حيث جال في عدد من المناطق بالريف والمدينة. نحن هلأ هالسنة الثانية اللي بنعمل فيها الجولة بالقطار، درنا حوالي حلب وكتير انبسطنا مع أطفال متلازمة الحب، وهن كتير كتير انبسطوا إنه يعني طلعوا جولة بالقطار ورقصوا وغنوا وانبسطوا كتير وهيك. فنحن بنتمنى إنه دايما يعني نعمل لهم نشاطات ونحسسهم إنه هن جزء من كيان المجتمع. تهدف الرحلة التي أقيمت بالتعاون مع جمعية الرجاء والخطوط الحديدية السورية أطفال متلازمة الحب والأطفال الآخرين بغية تقديم الفرحة والتوعية، لا سيما للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. نحن اليوم مع مبادرة شهيق وزفير جينا على محطة القطار، وكنا كتير كتير مبسوطين مع الأولاد طبعا، وهي السنة الثانية اللي على التوالي انه عم بتكون هي المبادرة كتير حلوة، والأولاد كتير عم يتفاعلوا معنا. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية دائما سباقة بدعم هيك مبادرات بالأعمال الخيرية والأعمال اللي بتزرع الفرحة والسعادة بذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا لهم ميزة بكل شيء، وبالإضافة طبعا لكل أمورنا في تسيير أمور وخدمات للمواطنين. صوت قطار الفرح لن يتوقف لطالما أن الجهود مستمرة لإدخال السعادة لقلوب الأطفال. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب.